كشف مدير هيئة تنظيم النقل البري المهندس مروان الحمود أن الهيئة بصدد طرح عطاء مشروع النقل الذكي قبل نهاية العام الحالي، ويهدف المشروع إلى تحسين نوعية خدمة النقل العام للمواطنين، حيث يبدأ طلبة الجامعات في المرحلة الأولى وخلال جولة ميدانية قام بها في محافظة المفرق. أعلن أن العمل بالمشروع سينتهي منتصف العام القادم. محافظ المفرق قاسم مهيدات بيّن أن أبرز المعيقات التي تواجه النقل العام في المحافظة، موضحا أن التغلب على مشكلة الاختناقات المرورية يتطلب تجميع الحافلات العمومية في مركز انطلاق موحد.